وعودة مشاهدينا إلى مراسل تلفزيون دولة الكويت من داخل مقر إدارة شؤون الانتخابات وآخر الأرقام والمسجلات فيما يتعلق باليوم الثاني عضوية مجلس الأمة 20 عضوية مجلس الأمة 20 20 يوسف طبعا ما يترشح بأعداد المسجلين يترشح بانتخابات مجلس الأمة 2020. نعم محمد، مثل ما تفضلت عزيزي ان نحن متواجدين منذ الصباح الباكر ونقل صورة حية ومباشرة من إدارة شؤون الانتخابات بالنسبة للراغبين لتسجيلهم لانتخابات مجلس الأمة 2020. احب اعطيكم ارقام سريعة حتى هذه اللحظة لترشحهم لمجلس الأمة 2020. عندنا منذ افتتاح إدارة شؤون الانتخابات في الساعة 7:30 صباحا حتى هذه اللحظة أتانا للدائرة الأولى تسجيل 3 من الذكور ولم يأتينا تسجيل أي مرشحة من الإناث. في الدائرة الثانية تم تسجيل 3 من الذكور وواحدة من الإناث ليكون الإجمالي 4 مسجلين في الدائرة من الإناث وفي الدائرة الثالثة حتى هذه اللحظة لم يأتي لتسجيل أي شخص من الذكور إلا واحدة من الإناث ويكون إجمالي فقط هي سيدة واحدة في الدائرة الثالثة تم تسجيلها لخوض انتخابات مجلس الأمة 2020. وفي الدائرة الرابعة تم تسجيل فقط 4 من الذكور ولم يتم تسجيل أي مرشحة من الإناث في الدائرة الرابعة. والدائرة الخامسة لم يتم تسجيل أي شخص سواء من الذكور أو من الإناث ليكون عدد الإجمالي حتى هذه اللحظة 12 مرشح تم في يوم الاثنين هذا اليوم في يوم الاثنين 26 من شهر اكتوبر. وايضا من خلال تواجدنا وتغطيه حيه ومباشره لتلفزيون دوله الكويت من خلال النشرات الاخباريه او المواجز او البرامج في شكل عام راح نوافيكم الصوره الاولى اول باول من خلال تواجدنا وما هو كل مستجد وجديد من اداره شؤون الانتخابات. نعم محمد. نعم يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت كل الشكر.